ايه يا مستر هليفي، انت عمال تلف وتدور كده في ايه؟ انا جاي اسحب رصيده كله من البنك، انا حر. طبعا مستر ناجي انت حر، بس كان لازم تعطيني خبر مشان اجهز لك الحساب. ما يصير هيك فجأة هاتوا فلوس خذ فلوس، لا لا ما يصير، صعب. ماشي اجي اخذهم بكرة. لا لا بكرة صعب، نحن صرنا بكرة، المسألة بدها شوية وقت. وقت ايه؟ دي فلوسي، لما عوزها لازم الاقيها في اي وقت. مستر ناجي انت لازم تهدى مشان نعرف نحكي. تشرب قهوة؟ مش عايز زفت. مستر ناجي انت ليش زعلان من بنك لأمي؟ عشان البنك اللي يسرب رصيد عملائه لأي جهة مهما كانت يبقى بنك غير أمين. لا لا مستر ناجي ما بيصير تحكي هيك، هذا أضخم بنك في الشرق الأوسط. مستر هليفي هاخد فلوسي إمتى؟ الحقيقة ما أعرف، أنا جت لي أوامر من جهات عليا بتجميد كل أرصدتك وما أقدر أحركها إلا لما تجيني أوامر ثانية. تجمدوا أرصدتنا؟ لا ده نصايا أنا أطبقها على دماغكم كلكم إلا الفلوس، وأنا هعرفكم مين نجع طلع يا حرامية نصابين يا ولاد الكلب. اللي عملته يا ناجي بيه غلط بكل المقاييس. في الحقيقة أنا مندهش. أنت تعمل كده؟ ده أنا كنت بضرب بيك المثل في الانضباط وضبط النفس. الصحافة مسمياك الدبلوماسي البلطجي. طب أقدر أقول لهم إيه؟ سيادة السفير، الناس دول بيستفزوني بقالهم مدة. ما كنتش أقدر أسكت لهم المرة دي، ومش هسكت. أنا مش عايز تداخل دبلوماسي، ولا عايز السفارة تدافع عني. سيبني أنا والناس دي. أنا هعرف ألعبهم كويس. ناجي بيه، أنا يؤسفني أبلغك إن الخارجية استغنت عن خدماتك. ماشي يا أستاذ السفير. تحب نحجز لك على طيارة النهاردة ولا بكرة الصبح؟ لا ولا النهاردة ولا بكرة. أنا قاعد هنا شوية. هخلص شوية حاجات كده معاك. هو مستر ناجي مش جاي النهاردة ولا يا مزراحي؟ لا جاي، بس هو النهاردة عنده جلسة في المحكمة والنهاردة هياخد حكم لصالحه. دي رابع جلسة بيحضرها وبيأجلوها، ما كنت تشوف له محامي عدل يا مزراحي؟ محامي عدل؟ مستر ناجي معاه أحسن محامي في تل أبيب، ديفيد مزراحي، درس قانون في فرنسا. غريبة، أنا عمري ما سمعت باسمه قبل كده. إيه؟ أنت مش هسمع اسمه قبل كده؟ ده أشهر أفوكاتو هنا. وبعدين ده يبقى ابن اخويا. ابن اخوك. مش كنت تقول كده من الصبح يا عم إلي؟ بس اهو ناجي بيواصل اهو. خير يا ناجي باشا، عملت ايه في المحكمه النهارده؟ نقول مبروك. اتأجلت برضه. اسمع يا ناجي بيه، انا رايي ان القضيه دي ملهاش نهايه، وممكن تفضل قاعدة كده أكتر من 60 سنة من غير ما تتحل، وإنت هتفضل رايح جاي كده من غير أي فايدة. الجماعة دول أساتذة في المماطلة والتسويف، قضيتك مش هتتحل بالشكل ده. ولا هتتحل إزاي؟ مفيش غير إنك تفضحهم. الإعلام دلوقتي أقوى سلطة في الدنيا كلها. نعمل لك مؤتمر صحفي كبير ونجيب لك وكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية ونثبت للعالم كله إنهم لصوص وحرامية. ده اللي هيحرك القضية بتاعتك. أنت يعني شايف إن العالم كله عنده ضمير قوي يعني؟ ما الدنيا كلها عارفة البلاوي الزرق اللي بيعملوها، والإعلام عمال يلطم ويزعق ويصرخ، والعالم عامل ودنه من طين وودنه من عجين. أنت بتتكلم في إيه؟ وأصل الموضوع ده لازم يكبر وياخد صفة سياسية. مصر كمان لازم تتدخل وتضغط. يا عم سيب مصر في حالها، مصر مش ناقصانا انا كمان اصلا. طب وانت ناوي تعمل ايه يا نجمي؟
مزراحي. بقول لك يا مزراحي، هو رافي فين؟ بقاله مدة مش باين. رافي دخلته مستشفى وعمل عملية جراحية في القلب. الله 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 الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما حدش يقول لي؟ الله، ده كلام يا مزراحي؟ ما رضيتش أشغلك، أنت كمان كان عندك مشاكل كتير. المهم هو صحته عاملة إيه دلوقتي؟ أوعى يكون هيخلص، ده أنا ليا عنده فلوس قد كده. لا ما تخافش. ما تخافش ناجي بيه. البني آدم بيموت لكن الدين عمره ما بيموت. يعني هو دلوقتي في المستشفى ولا خرج؟ طمني. لا خرج وبقى تمام. امال ما بيجيش ليه؟ اصله ظروفه صعبه كتير ناجي بيه، عليه ديون كتير لناس، وكمان في مشاكل مع روني ميتال السمسار. ليه؟ اخد شيكات عليه وقدمها للمحكمه. عارف ناجي بيه كان رافي عندي في البيت وقعد يشتكي لي ويعيط بالدموع، ده خلاص حياته اتدمر خلاص. وروني يعمل كده ليه؟ اما الراجل ناقص صحيح، مش قادر يصبر على الراجل شويه؟ اهو جه على السيره، ريتنا كنا افتكرنا ربع شيكل. ايه مستر ناجي؟ عمال اكلمك في التليفون كتير وانت ما بتردش. ما انا عامله سايلنت، مش عايز حد يكلمني. مش مخمز راح بسادر. روني، ايه اللي انت عملته في رافي ده؟ انت ليه واطي كده؟ انا بصراحه صبرت عليه كتير، صبرت عليه كتير قوي، مره واثنين وثلاثه، وانا عندي مصاريف. مصاريف ايه؟ انا عمري ما شفتك بتحط ايدك في جيبك يا راجل. انا كمان واخد على خاطري منك كتير مستر ناجي. ليه؟ لما انت ناوي تبيع الشقه اللي تحتك تروح لحد تاني جروني، وانا اعرف من بره. تعرفت؟ لا ما تجيش منك دي مستر ناجي ابدا. ما انا لو كنت جيت لك كنت حفظت لي سعر الشقه، وانا مش ناقص قصة.